وأبنائنا اللي ربما أصيبوا من هذا المرض مرض التوحد. إذا كان أمكن ربما بداية نتحدث عن مجهوداتكم المبذولة في هذا الإطار، تفضل. بديت عندي موشن في المقال رقم 5 شارع مبارك بوسي، يعني تكفلت انا تكفل هذه الشريحه من الاطفال الذين من قبل ما تنش كان عندهم مركز وين يدي ولادهم. فينالمون الحمد لله بفضل المجهودات والالتفات الطيبه من طرف سلطات الولايه كان خلق هذا المركز اللي حد تكفلوا فيه بهذ الاولاد. هذه المناسبه عندنا من كل سنه، عندنا اليوم 2 ابريل الثاني من شهر السيس باطار التوحد. سناد هذا العام تزامن مع يوم الجمعه، مي مو دافريل كامل الشهر ابريل هو شهر باش نكونوا هنا. عندنا يوم دراسي على مستوى دار الثقافه لوليت عندي موشنت باش تعمل فائده ان شاء الله وتكون الاستفاده ان شاء الله من قبل الجميع ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اذا كانت من الاطفال وابنائنا بالنسبه للحسابيات على المستوى الوطني كان 500,000 مصاب بالتوحد، على مستوى وليت عندي موشنت عندنا 276,000 مسجلين على مستوى المركز. تكفلت عنا قدرنا نتكفلوا ب 65,000 لحد الان. ومجهودات القناة تكون من الأولياء طبعا. الشيء الأهم نعرفوا بهذا التوحد، نعرفوا ماهية التوحد، اليوم نقدموه بالنسبة لكاع الشعب سواء أولياء، مختصين، سلطات فاعلة في الميدان باش يكون استفادة. نهضروا على ماهية التوحد، نهضروا على الأشخاص، التشخيص بليطو، أعراض. عندنا مع الأستاذ بلغم بن التغذية عند أطفال التوحد، وعندنا الأستاذة فاطمة بركان اللي تبنى على برامج نفسية بيداغوجية وكيفية تكفل أطفال التوحد. شكرا لك.